السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء حارة والرياح شمالية غربية خفيفة لو معتدل السرعة، تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة مع فرصة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة، وأيضا متوقع أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاوتة ما بين 45 إلى 49 درجة مئوية. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء صافية والرياح غربية سرعة 10 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 45 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية من نوع ما 10%، بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة 12 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، ولكن متوقع عبور بعض السحب المتفرقة خلال 24 ساعة القادمة، وأيضا تتأثر دولة الكويت بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مأثر علينا وأدى إلى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. ليلة أسماء للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر الساعة، وأيضا يترسب الغبار تدريجيا إن شاء الله ابتداء من المغرب، ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة قد تصل إلى 34 درجة مئوية خاصة على المناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالمة الشقاية قد تصل إلى 32 درجة مئوية. في مساء الغد طقس شديد الحرارة والعظمى المتوقعة في مدينة الكويت قد تصل إلى 47 درجة مئوية، بالنسبة لحمدي 42 درجة مئوية، جزرنا الشمالية وربا بوفياني فيلتشا متفاوتة ما بين 35 إلى 46 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة لمعتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. مواقيت بإذن الله على حسب توقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس الساعة 4:48، أما غروب الشمس الساعة 6:46. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله، بالنسبة ليوم الغد طقس شديد الحرارة وأيضا تحول الرياح إلى الجنوبية الشرقية تستمر معانا حتى يوم الأربعاء، أجواء رطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاوتة ما بين 47 إلى 48 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية. ابتداء من يوم الخميس عودة للرياح الشمالية الغربية مرة أخرى، قد تنشط على فترات أجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، وقد تصل العظمى إلى 49 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 32 إلى 31 درجة مئوية، وأيضا متوقع فرصة للغبار يوم الجمعة خاصة على المناطق المكشوفة، لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، ولا مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.